خليني اقول لك واقعه واقعه برضه، لان في الاخر انا لما رحت الزمالك كان شويه الجمهور نادي الزمالك الجمهور العادي متقبلني، ولكن الالتا شويه مش متقبلني. فالواقعه دي انا احكيها لاول مره. فانت عارف السكواد بيبقى 18 لعيب، ال 17 لعيب بتاع الزمالك اتنادى عليهم الا انا الوحيد اللي ما جوش الزمالك في اللي هو الثالثه يمين، ما نادوش عليا. كل ال 17 اتنادى، 17 لعيب بالاحتياطي بالجهاز بكله، اللعيب الوحيد اللي ما اتناداش عليا جمهور الزمالك. انت طبعا مستني، طب انا اللي جاي خالص اللي بعده. لا لا خالص، بالعكس يعني. لا بالعكس، بالعكس هي كانت عارف لسه برضه الناس وانا لسه جاي من الاهلي والناس دي حاجه، دي حاجه تتحسب لك مش تتحسب عليك انك جاي من الاهلي، دي يعني ليها ابعاد تانية بس مش هينفع احكي فيها طبعا احتراما للعيبه كتير كانت موجوده، بس هي كانت يعني مقصوده. يعني ماشي. يعني كان في اتفاق على كده، وكان في ناس بتحصل طول الوقت الحاجات دي. بص انا ما عرفش يعني، يعني انا ما حسيتش ده خالص في اي مكان لعبت فيه. بس يعني بعد كده اتقال لي، يعني اتقال لي اني لا ده مقصود، واني ان هم متفقين باتفاقات والكلام ده كده. طبعا 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 ماشي. بس انا خلاص يعني مش عايز اعيد في الفات، لاني عندي بالاسماء يعني مين اللي كان ورا الموضوع ده والكلام ده كده. طبعا ماشي. يعني بالاتفاق مع الجمهور وكده. اوكي بص، كل المواقف اللي انت تعرضت ليها في حياتك كريم بتعلمك مش ده الموقف اللي هيهزني، فاهمني؟ يعني انا اتحطيت في مواقف صعبه جدا 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 على اي لعيب كوره. في 2006 انت بتضيع ضربه جزاء بتخش تطول واحد، بتجيب جون في الكامل في نفسك، وبعد كده بتجيب التعادل. يعني صح. يعني كل دي مواقف بره مصر. انت هنا في مصر وسط اصحابك واهلك وبتاع، انت بره مصر بتتعرض لمواقف وانت لوحدك، تحس انك دايما لوحدك، دول كلهم اجانب. مظبوط، انا ما اعرفهمش. فبالنسبه لي الموقف طبعا يعني في الاخر انا بقيت لعيب في نادي الزمالك، ولكن في الاخر ماشي مفيش مشكله. ماتش كان دجله تقريبا الماتش ده، كانت الماتش ماشي 1-1، وبعد كده 2-1، وبعد كده 3-1، جبت جونين في الماتش. أيوة. ده فبدات بقى الناس لا خلاص بقى يعني زي ما بنقول دايما لا صح لا صحيح. فبدا الجمهور ان هو ينادي لي بعد ما خرجت. انا خرجت في حوالي الدقيقه 90 تقريبا، او فكابت حسن طلعني حتى أقصد كنوع من قصد عشان تاخد تحيه الناس، كنوع يعني من انواع التكريم يعني. ان انت بقى دايما، فدي كانت البدايه معايا مع نادي الزمالك، فسهلت برضو الدنيا. انما زي ما قلت لك في الاول وفي الاخر في امانه. انت لبست التيشيرت ده يبقى لازم يبقى تدافع عن النادي بالزبط. اللي انت موجود فيه، والحمد لله دايما انا كان بيلازمني التوفيق في اي مكان ببدا فيه. يعني الاسماعيلي العب ماتش الترجي، فتلاقي جمهور الاسماعيليه انا بالنسبه لهم بيت لعيب مهم جدا، والناس بقوا فرحانين بيك. في تركيا في كذا مكان في تركيا في تركيا في باشكتاش لما رحت اول مباراه ليا حرست هدفين، كسبت الفرقه بعد ما كنا متعادلين مع سامسونج. في بلجيكا اول مباراه ليا السوبر كسبت الفرقه 1-0. لما جيت النادي الاهلي نفس الحكايه كان مع نادي الزمالك. فالبدايات دايما سبحان الله التوفيق بتاع ربنا ملازمني، ودي مع لعيب كره القدم مهمه جدا. مش عايز كلام ان التوفيق ده ده بتاع ربنا. صح. انت ممكن بتجتهد وبتعمل اللي عليك كده، بس حته التوفيق دي لا، دي حاجه يعني بتبقى علاقه بقى بينك بالظبط، علاقه بينك وبين ربنا يعني. سبحانه وتعالى.